فدلوقتي يا جماعه دلوقتي كل اللي نقدر نقوله ان انا هقدر دلوقتي ان انا اجرب بقى وافتح العلبه دي. العلبه دي على فكره من برشمه، ان انا بصراحه كنت جايبها، على فكره انا جايبها من بدري من حوالي 10 ايام ولا حاجه، بس كنت ناوي ان انا افتحها معاكم. فبصراحه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه سرشاجي. ازيكم عاملين؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. النهارده جايين نتكلم عن مكمل فظيع، مكمل قوي جدا، مكمل سوبر، زي السوبر فود، زي السبيرولينا اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، والمورينجا، ومكمل من المكملات فعلا فعلا اللي هتفيدك كتير قوي قوي في حياتك، وهو الكركمين. الكركمين جايبه، انا جايبه من شركه سولجر. لو اللي يعرف شركه سولجر، من الاخر شركه سولجر شكلها كده، شكلها تحس ان العلبه قديمه، والعلبه دي من حوالي الثمانينات ولا حاجه. حتى كمان انا كان معايا بايو فلافونايد اللي هو دي كان برضو معايا من شركه سولجر. هي اسمها سولجر، يعني انت لو بصيت على الـ الـ يعني البتاع من هنا، او الختمة على الغطا ده، هتلاقيه مكتوب عليها سولجر، والعلبه شكلها قديم، بس فعلا فعلا شركه محترمه على فكره. شركه لو انت شفتوها برضو في شركات المكملات، او شفتوها مثلا على صفحات المكملات على الفيسبوك او الانستجرام، هتلاقي الشركه دي تقيله جدا على فكره. انا جايب النهارده كركمين من شركه سولجر، وان شاء الله هتكلم على كل فوائده، وان شاء الله فعلا فعلا تستفيد ان فعلا الكركمين ده فعلا محترم جدا، وهو مكمل جامد جدا. خليكم معايا. احنا لو عايزين نعرف الكركمين ده هو ايه، الكركمين ده بتبقى ماده موجوده جوه الكركم. الكركم ده اللي احنا بنستخدمه عادي في البيت بتاعنا، بنحطه على الرز عشان يديله لون اصفر وكده. فالكركم ده بيحتوي على كميه كركمين بس قليله، ما بتبقاش زي اللي موجوده في المكملات الغذائيه. انا نفسي كنت بستخدم الكركم اللي انا كنت بحط ربع معلقه كركم ومعاها الفلفل الاسود، لان كمان الكركم ما بيمتصش من الجسم بسهوله، الجسم ما بيعرفش يمتص الكركم بسهوله، فلازم تحط معاه الفلفل الاسود ده لو كان باودر، يعني لو كان بودره، علشان الفلفل الاسود بيساعد على امتصاص الكركم للجسم. فالناس دلوقتي اتجهت للمكملات الغذائيه، اذا كان باودر او اذا كان كركمين اللي هو على هيئه الكبسولات زي اللي معايا دلوقتي دي. اول فايده من فوائد الكركمين اللي هو بيساعد على تقليل الالتهابات في الجسم. تقليل التهابات دي، الالتهابات دي من الاخر دي بتبقى البوابه الرئيسيه لاي مرض تتخيله، ضغط، سكر، سرطانات، والعياذ بالله كل حاجه، ده بيبقى البدايه اللي هو بيقفل لك البوابه دي كلها، ان هو بيقلل التهابات في الجسم، عشان كده ما بيخليكش تخش في الامراض التانية. وكمان هو كمان بيلعب من ادوار المضادات الاكسده، لان مضادات الاكسده دي بتحافظ الجسم من اي دخول اي مرض، زي من سرطان، من اي حاجه تاني من الامراض، فهو ده زي عامل زي الحافظه بتاعنا اللي هو الكركمين ده. فعلا فعلا مكمل قوي جدا، ومكمل فعلا محترم. الكركمين فيه مواد بتحافظ على صحه المخ، وكمان بتقلل من مرض الشيخوخه، وبتساعد كمان ان انت تفتكر الكلام بسرعه، وبتساعد كمان انك تعرف تتعلم بسرعه. الكركمين كمان فيه حاجه كويسه جدا للقلب، ان هو بيساعد القلب، وبيساعد على صحه القلب وتعزيز القلب، لدرجه كمان ان الدكاتره بعد ما المريض يعمل عمليه، يعني يعمل عمليه في القلب زي تغيير صمام او اي حاجه، بيكتبوا له الكركمين، لان الكركمين بيساعد على تقويه القلب وبيساعد على صحه وتعزيز القلب. اما بخصوص الكركمين والسرطان، فاتعملت دراسه على 40 واحد كان عندهم مشاكل في القولون بيؤدي لا قدر الله الى السرطان. فبعد ما خدوا مكملات الكركمين، نجحت المكملات ان هي تخفض احتماليه ان هو يوصل لمرض السرطان بنسبه 40%، يعتبر النص، يعني اللي هو بينزل نص الاحتماليه، يعني هو كده كان رايح للسرطان، فدلوقتي هو نزل الاحتماليه ل 50% و40%، فالموضوع ده جامد قوي. اما كمان من فوائد الكركمين مع السرطان، ان هو بيقلل تكاثر الخلايا السرطانيه، يعني هو بيحجمها، فده برضو بيأكد ان هو بيبقى من حاجات المضادات الاكسده ومن الحاجات القويه، واللي يعني زي ما بتقول ايه، بيحجم لك اي سرطان عندك، بيحطه كده زي جوه حائط اسمنت. فعال جدا في علاج التهابات المفاصل والم المفاصل، وفعال جدا في علاج الالتهاب الالتهاب طبعا، والاكتئاب كمان. وكمان العلماء قدروا ان هم يستخدموا الكركمين في علاج الاكتئاب اكتر من ادويه الاكتئاب، لان ادويه الاكتئاب احيانا بتسبب خمول وتعب جسدي ونفسي للانسان. فالكركمين قدر ان هو يحارب الاكتئاب، وقدر يعمل نفس ادويه مضادات الاكتئاب بنفس الكفاءه وفي حوالي 6 او 8 اسابيع. وكمان الكركمين بيلعب دور مهم جدا في علاج الزهايمر، وعلاج كمان الشيخوخه، ان هو بيفايت الخلايا اللي هي بتؤدي الى الشيخوخه يعني بسرعه. يعني انت مثلا رايح للشيخوخه، فبتاخرك شويه، انت كده كده بتبقى رايح بس بتاخر كتير يعني. فدلوقتي يا جماعه، دلوقتي كل اللي نقدر نقوله ان انا هقدر دلوقتي ان انا اجرب بقى وافتح العلبه دي. العلبه دي على فكره من برشمه، اللي انا بصراحه
كنت جايبها على فكره، انا جايبها من بدري من حوالي 10 ايام ولا حاجه، بس كنت ناوي ان انا افتحها معاكم. فبصراحه ماركه سولجر دي او شركه سولجر، بصراحه موضوع المكملات الغذائيه فرق معايا جدا ان انا اعرف. اهي بصوا اهي 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 كور كوبين، بس طبعا انا كاتبها طبعا عشان انا بصور بالكاميرا الاماميه فالكلام بيجي معكوس. طب لو انا عكستها كده هتيجي صح؟ لا برضه. طب لو انا عملتها كده مش عارف، مش عارف تتعمل ازاي. السلام عليكم. بس اهي بقى اهي، دي ماركه اسمها سولجر اهي. معرفش اسمها سولجر اهي باين. تعالى بقى نشوف بقى نفتحها ازاي. اهي اهي بقى ريحتها لحد ما مقبولة شوية، لحد ما مقبولة شوية، لحد ما يعني. انا حبيت بس نفتح قصادكم عشان انا بصراحة بحب ان انا اجرب كل حاجة قصادكم. اهي اهو ثواني بقى لحظة. دي سوفت جيل اهي، تبقى لونها محمر شوية اهي. اهي لونها محمر شوية اهو عشان بس تبقى شايفينها لونها محمر شوية. الفكرة بقى في ايه بقى؟ الفكرة ان سولجر دي او شركة سولجر عملت حاجة حلوة قوي. عملت ان بيقول لك فيرست تايم سولجر ترانسفورمز بور ابسوربد كوركومين فروم فات سوليبل تو ووتر سوليبل، ان هي تقدر بدل ما هي كانت حاجة اسمها تمتص من خلايا الدهنية بقت تمتص مع المية. فان انت تاخد واحدة بس منها في اليوم دي بتظبط قوي او بتديك الجرعه المناسبه ليها. حتى بيقول لك ا دايتري سبلمنت فور ادلتس تيك 1 سوفت جيل 1 اور 2 ديلي بريفيربلي ويز ميل، اللي انت تاكلها ومع الاكل يعني، ما تاكلها مع يعني انت مثلا بعد ما تاكل تاخد واحده منها. فالكركمين كل الفوائد اللي انا قلت لكم دي عليها كلها، وانا كمان هجربه. انا لسه فاتح دلوقتي اصل انا صح، معلش انا تلاقيني بشم العلبه كتير لان طبعا انا عندي مشاكل مع العلب او المكملات لاني بقعد اشم المكملات. ففي ساعات بيبقى ريحتها حلوه بس ريحتها مقبوله يعني، ريحتها مش وحشه قوي يعني، زي مثلا اوبتيمن اللي انا كنت عامل له الفيديو ده كان ريحته قذره يعني. بس كده، فاتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لي لايك وتشترك معايا في القناه، وكمان تقول لي انت بتشرب الكركمين ده ازاي، او تاخده عن طريق باودر ولا حبوب او يعني او كبسولات. فقول لي، فاتمنى ان انا اكون سبتكم. وما تنساش تعمل لايك، انا اسمي محمد تحسين، وما تنساش تشترك معايا كمان في القناه. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.